ليش احنا يعني ضد الاقصاء؟ لانه يسمح او بعطي مجال لبعض الاشخاص انها تحكم على عدم هويه اشخاص اخرين. فانت كانسان مختلف بضلك حاسس انك بدك ضلك تدافع عن هويتك 24 ساعه عشان تثبت انك انت مصري. فهذا يعني هداش هذا كان الدور كتير مهم سمر، خاصه انك انت بتشاركي يعني شاركتي كتير في اعمال رمضانيه وتركتي بصمه وحبيناك كل مرة عن مرة أكثر. وفي الاختيار أكيد كان تحدي مختلف. الاختيار أنا بعتبره أهم دور أنا عملته من أول ما ابتديت، وفخورة لأنه شرف كبير قوي زي ما نور قال أي ممثل أنه هو يشتغل فيه. وأنا بعتبر الجزء الثالث من أهم الثلاث أجزاء لأنه بيوثق مرحلة حرجة وكواليسها اللي معظم الشعب ومعظمنا ما كناش نعرفها. التحدي إن أنا كنت أوصل إيريني بطريقة سلسة مصرية أولاً وأخيراً بغض النظر عن العقيدة، تأثر في المسيحي والمسلم في نفس الوقت. أنا يمكن عرفت بدري عن دوري شوية وكان عندي وقت إن أنا أحضر له وأقابل ناس مختلفة أعرف تفاصيل مختلفة. أنا ببقى محسوكة شوية في شغلي فبحب التفاصيل قوي قوي. وبعد كده عرفت ان نور هيبقى هو موريس ورحنا قعدنا مع دكتور بيتر وابتدينا نعرف التفاصيل اكتر. تحدي انا حبيت الشخصيه قوي. انا اوريدي فان للمسلسل وبتفرج عليه كل سنه، والشخصيه دي غاليه قوي قوي على قلبي وكنت حباها. يعني كنت بدخل اللوكيشن ده كنت بجري يوم التصوير، انا رايحه تصوير الاختيار كنت بجري على اللوكيشن، كنت حابه اللوكيشن وحابه الناس. واحب اوجه شكر لدكتور بيتر وسينرجي ان هم حقيقي سهلوا لنا كل حاجه ممكنه. اللوكيشنز كنا بنصور في اماكن حقيقيه مش في استوديوز وفي مناطق فيها سكان وزحمه. تحدي فهو كان إشي جميل جميل كان جميل. واضح كان واضح كان واضح جدا عليكم. بس انا عايزه اروح بقى، اولا انتوا مش بتمثلوا فقط لانه احنا كمصريين ما بنقسمش الدنيا وده اجمل مثال، ده حقيقي. يعني يمكن وجود انه عائله مسيحيه او قبطيه لكن انتوا مصريين، هي عائله صحيح. مصريه يعني اولا شاب وشابة مصريين بيتجوزوا زي اي شباب مصريين. فانا هاخد السؤال من هنا وهسال كمان سمر، يعني اولا انت دوختيه لانه هو هنا الزوج اللي هو طول الوقت عايز يرضي مراته ومش عارف وعايز يطمن عليها ومش عارف يعمل ايه. لكن كمان في الحوار اللي شفناه والمشهد ده بينتي الست المصريه اللي ما تفرطش ابدا لا في حق ابنها ولا في حق بلدها، الاثنين زي بعض يعني تماما. يعني وانا اشكرك قوي على الملاحظه دي لان ايريني كانت مهمه قوي بالنسبه لي انها تبان مصريه، عقيدتها ان هي ست مصريه لان كلنا عشنا الفتره دي وكلنا مرينا بتجارب مختلفه اثرت فينا، كلنا مرينا بالياس وبالخوف والقلق. وايريني من اولها هي خايفه من اضطهاد وبعد كده ياسه ان مفيش حد بيتدخل ينقذ البلد فعايزه تهرب طبعا. وبعدين لما ابتدى وزير الدفاع وقتها يظهر للناس ويتكلم حست بامان فقررت انها عايزه تقعد وتولد في البلد ولدت حصل اللي حصل. لا كمان دور الاب الخائف المتردد اللي يعني شعر لا هو انه لا هو ما كانش خايف متردد، هو ده بس يعني شخصيه نوريس انه كان ممكن رد او ما ردش على كلام مرته، هل دفع الثمن او لا. وحتى لما كان بده يخطو الخطوه الجريئه كان في كتير لا هو حصل قلبه ليهم، هي كانت ياسه في الاول بالظبط وهو كان عنده امل.